بسم الله. حضور اليوم الحضور ديالي كجميع الفنانين اللي كاينين هنا ولا الاعلاميين بحالكم انتما تبارك الله اللي كديروا التغطيه ديال الدوره الاولى. فحنا لبينا الدعوه ديال سير الداني رئيس ديال الجمعيه ديال جسر الفن جسر الابداع السينمائي. ف حقيقه الجمعيه ولا الدوره الاولى اللي دار هو ولا تل يعني داكشي اللي كيديروا كيستاهل شي شويه ديال التشجيع. ف كنظن واقيلا الاقل ما يمكننا نديرو في هذه المناسبه هذه واننا نكونوا حاضرين ونجيو نشجعوا بالحضور ديالنا نتعاونوا مع اي حاجه بغاها يعني نون سيلمون نكونوا حاضرين مي نعاونوا بسيكولوجيكمون بزاف ديال الحوايج غير باش ان شاء الله الدوره الاولى تنجح ليه. وكيف قلت المواقع اخرى فكنتمنى ان شاء الله بهذا الشيء اللي شلنا دابا وكيفاش كيفاش التحضير اللي دار هذه الدوره الاولى ان الدورات المقبله ان شاء الله اللي طولين الله العمر باذن الله انها تكون ناجحه وتكون احسن من الدوره هذه. تقييمك للدراما المغربيه؟ سؤال جميل بزاف. اسمك الله؟ عزيز. سي عزيز. الحمد لله الحاجه اللي هي مدينه بزاف في هذا الوقت هذا اللي ولينا كنشوفوا ان الجمهور المغربي عامه فهو محب للتلفازه المغربيه للدراما المغربيه والاعمال المغربيه بصفه عامه سواء كانت في التلفازه او لا سواء كانت في التلفازه او لا في السينما. فاللي خصنا حنا ناخذه بعين الاعتبار هو ان هذاك الجمهور اللي كيتسنى الجوده فلا لي سيناريست ولا المخرجين ولا شركات الانتاج ولا الممثلين فكيديروا واحد الجهد كبير باش كيعطيو ان بون برودوي يعني منتوج يكون زوين لهذاك المتلقي اللي كيتسنى. الحمد لله نقدر نقول لك هاد السنين الاخيره هذه واحد 10 سنين ولا 15 عام ف اقل ما يمكن نقول هو اننا درنا واحد الخطوه كبيره لقدام. يعني كنشوفوا المنافسه اللي جايه من عند التركيين او من عند المصريين ف زعما هذاك رايي ديالي متواضع فالناس ان شاء الله الناس الحمد لله اللي واقفين على 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 على, على الميدان الفني في المغرب وبالاخص الميدان السينمائي وفي التلفازه في المغرب فداروا ان كرون با اون افون. فاحنا كنشوفوا تبارك الله كيفاش التلفازات الابداعات اللي كاينين فيها كاينين مسلسلات في المستوى كاينين دي تيليفيلم في المستوى والحمد لله كاين مازال اعمال اللي هي جايه خاص غير شي شويه ديال التشجيع يكون ذاك النقد البناء نعاونوا لي سيناريست نعاونوا المخرجين نعاونوا الممثلين هذاك المشروع اللي كيجي في التلفازه راه ما كيجيش غير اون كلان دو فعلى الاقل واحد عام ونص ولا عامين ما بين لابريباراسيون ما بين كذا ما بين هذا والمونتاج وزيد 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 باش كيجي ذاك المنتوج كيمشي للمتلقي. غير هو كنعاود نقولها ان الحمد لله اليوم فالجمهور المغربي الي دوفوني تري اكزيجون كيقلب على لاكاليتي وهادشي حنا كنشوفوه في الزنقه ملي كنتلاقاو الحمد لله مع الجمهور مع المتتبعين فالناس اليوم كيقول لك عطيونا لاكاليتي دونك كتعطيونا لاكاليتي راه لا تيليكوموند في يدينا حنا وكنشدوا لي شان دو تيليفزيون ماروكين باش كنتفرجوا في لي برودوي ماروكان. انت كفنان مغربي شنو هو يعني موقف الفنان المغربي في المشهد السينمائي او التلفزي؟ من اي ناحيه؟ يعني وضعيه الفنان المغربي داخل المشهد السينمائي وداخل المشهد الاجتماعي ولا وضعيه الفنان ككل صفتك كفنان شوف الفنان واحد الانسان اللي عنده راس عنده تاج فوق من راسه كيأدي واحد الرساله فنيه كي سواء بالادوار ديالو ولا كندوي على الفنان بطبيعه الحال كندوي على حاجه اللي هي زوينه اللي عندها واحد القيمه اضافيه فممكن نشوفوا المشهد الاعلامي ولا المشهد الفني في المغرب فهو كبير. كاين لي دو زاكس كاين لاكس نيجاتيف ولاكس بوزيتيف هذاك لاكس بوزيتيف اللي كاين فكاينين تبارك الله الناس اللي واقفين عليه اللي كيديروا الخدمه ديالهم اللي كيعطيو ديك كيف كنسميها انا ديما ليتيكيت ديال المنتوج المغربي لو برودوي ميد ان موروكو هذاك غادي مزيان هذاك المنتوج. وانا نرجع للسؤال ديالك فالتقييم ديال الفنان المغربي في المغرب فهو مزيان الفنان في واحد الدرجه اللي هو عاليه كيف جميع المستوى الاجتماعي اللي كاين في المغرب الا خدينا الحمد لله كاع المهن اللي كاينه في المغرب فحتى الفن او للفنان فهو واحد الناس اللي كيشد واحد الناس هو واحد من هذوك الناس اللي شاد واحد الرساله اللي باغي يوصلها اترافيغ ذاك الفن ديالو اللي كيدير. هذه النظره الشخصيه ديالي وما عرفتش واش عطيتك الجواب كيف بغيتي ولا لا. الفرق ما بين الفنان المغربي والممثل المغربي والممثل العربي مثلا كممثل مصري ممثل سوري ممثل واحد النهار سمعت واحد الحوار ديال الحاج حسن فلان اللي كنحييه بزاف على من بار ديالكم فكان قال واحد الكلمه قال لك كاين المخرج وكاين اللي كيخدم في الاخراج وكاين الممثل وكاين اللي كيخدم في التمثيل. ما غاديش نقول لك ما كايناش اوجه المقارنه ما بين الفنان العربي او الفنان المغربي اللي هو توا واحد منهم ولكن حتى الفنان المغربي عنده ذاك الكاليبر ديالو عنده ذاك الكاريزم ديالو. عندنا فنانين كبار تبارك الله
عندنا فنانة كبار في المغرب دازوا على مدى التاريخ، سي حسن جندي الله يرحمه، سي صقلي اللي توفى الله يوجههم برحمة الله، الناس اللي باقي الحمد لله في الحياة الله يطول لهم في العمر ديالهم. من ناحية الإبداع، من ناحية المادة والمدخول مثلا. لا المادة والمدخول داكشي ديال الله عز وجل، داكشي رزق بوحده، حتى واحد ما غادي يدوي فيها. راه إلا صورتي 10,000 درهم وصورتي مليار و10 المليار سي باغي، راه غير البركة وفاش كتمشي. راه كاين اللي كيشد مليون ديال الفرنك وكيعيش بها 4 شهور، واللي كيشد مليار كترتقى في يومين. مدخول ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء. دونك هاد الفنانه اللي عندنا حنا في المغرب ما غاديش نقول لك خصنا نهزو بهم، حاشا من عند الله، هما تبارك الله عاطين القيمه رياضهم. وانت تبارك الله شتي الحضور ديال الفنانه هنا كيفاش كاينين، كيفاش تبارك الله كيفاش محبوبين عند الناس، لغه الحوار ديالهم كيفاش دايره، داك القرب اللي كنقولوا ديك لابروش اومان فيزافي دو بوبليك كومون ايلي. يمكن بعض الفنانين العربيين يمكن يدوش على التوانسه ولا على المصريين ولا على السوريين واحد الوقت، فهاد الناس هادو عندهم عندهم لا برودكسيون كونتينيوال، وهذيك لا برودكسيون كونتينيوال باش كتجي كيسالم ان بروجي كيتخوف ان اوتر بروجي كيسالم ان بروجي كيتخوف ان اوتر بروجي. يمكن لي كاشي ديالهم طالعين لي كاشي ديالنا حنا سي نورمال، حيت عندهم صناعه سينمائيه صناعه تلفزيه. يعني الاغلبيه ديال الممثلين عندنا في المغرب مشاو تاورينتاو، يعني 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 اختاروا الفن حبا في الفن. دونك حتى حنا واحد النهار كنتمناو نسمعوا راه فلان خدا ان كاشي 3 مليون ديال الاورو في ان بروجي. اي اون سيري تبارك الله جي ديز بلوتو اون سيري امريكان جايه غدا ولا بعد غدا، سمع اون سيري بريطانيك كتصور في المغرب يمثلوا فيها المغاربه. عندنا تبارك الله ممثلين اللي يقدروا نقولوا انهم كي ما غاديش نوصلوا للنيفو ديال المصريين من ناحيه المدخول او من ناحيه الحضور يعني في التلفزه والسينما، ما غاديش واحد النهار حتى حنا غادي تلقى الناس تبارك الله تلقى سميه اللي ما يمكن غادي تنافس الممثلين العرب ولا السوريين او المصريين ولا السوريين اللي حاضرين في اللي حاضرين يعني في الساحه الفنيه. ممكن تقبل ادوار يعني ضد يعني جريئه بزاف ساخنه اللغه الخشنه؟ قبل ما نجاوبك غادي نعطيك يعني ان انفيرم، يعني لا قطعيا اديو، وغادي نفتح واحد القوسين باش نشرح لك. الفنان في حد ذاته سواء كان ممثل او لا مغني او لا رسام، ملي كنتكلموا على الفن فكيكونوا فيها جوج ديال الحوايج. اول حاجه كيكونوا الاخلاق، كيكون الاخلاق وكتكون ذاك الجانب الانساني في الفنان. هاد جوج الحوايج هادو اللي كانوا ناقصين في الفنان تسمى يعني ماشي غير يحبس لاكارير ديالو بلا ما يكملها. وباش نجاوب السؤال ديالك، فاحنا كنبقاو بشر وكل واحد كيغلبوا عليه الترابي ديالو، كل واحد كيغلب عليه وجهه، كل واحد كيغلب عليه العائله ديالو، بزاف ديال الحوايج. دونك الا غادي يجي واحد الدور جريء اللي غادي نديرو غادي ندم عليه بوتيتر العمر ديالو كله، باسكو هادشي راه كيبقى في التاريخ ما كيحيدش. بطبيعه الحال ماشي غادي نرفضه، ولكن لا الاخلاق ديالي ولا الجانب الديني ولا الحمد لله الترابي اللي عطاتنا الوالده ديالنا ولا العائله ديالنا الزوجه ولا الوليدات، ما غنسمحش ما غنرضاش انهم واحد النهار يشوفوني في شي دور اللي هو خايب. شنو الاعمال الجديده ديالك؟ الوغ كملت دابا واحد جوج ديال لي لون ميتراج، واحد سميتو بغاكاج راه ماروكين، واحد 30 مليون تشدها ان شاء الله الرحمن الرحيم. ياك شنو انت اعلامي بحال الاعلاميين العرب ياك السوريين والمصريين واللبنانيين حتى هما، تولي دير معايا انترفيو تاخذ 30 مليون ما تقطعش. دونك كملت جوج ديال لي لون ميتراج، واحد سميتو بغاكاج راه ماروكين، واحد سميتو 30 مليون اللي هما دي كوميدي في جانب الكوميدي. دونك جي باسكولي ان بيبو جيت جانب الكوميدي. وكاينين واحد دو تيليفيلم يلاه كملته مؤخرا، واحد جوستومون كنت خدمت فيه مع رشيد الوالي، وكاينين اعمال ان شاء الله جايه، كاينين الحمد لله سيدي ربي ما كخلناش بلاش. وان شاء الله ورا رمضان الكريم كاين واحد العمل اللي غادي نديروه ان شاء الله مع سي عادل عمور، اون اون فاز لا بريباراسيون ان شاء الله الرحمن الرحيم. عفوا الله يبارك فيك، الله يعطيك الخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.